يخليها تمثل قدام الكاميرا، مع العلم ان ما فيناش هضره، لان صعب جدا، الصعب جدا هو ان يمثل الممثل ادوارا بدون حوار. لجينا نشوفوا الفيلم كامل، علقوا فيه ثلاثه المقاطع ديال الحوار، ثلاث مقاطع ديال الحوار. يعني بالنسبه لي الحوار ما كانش مهم بقدر ما كانت الصور، وتكوين الصور هي عندها دلالات اكثر من الحوار. فالحوار، حتى الحوار الذي استعمل داخل الفيلم، كان حوار له ابعاد حقيقيه وله فلسفه. فالطفله لما سالت جدها فقالت له: هل هذه الارض جورجيا؟ قال: نعم. قالت له: هذه الجزيره التي نتواجد فوقها هل هي لجورجيا؟ قال: هذه الارض ملك لله، ملك للرب. فهذا الحوار يعني ممكن أن نستخرج منه العديد من المعاني والعديد من الأفكار. في المقاطع الحوارية الثانية سألها جدها: كيف حالك مع الدراسة؟ فقالت: يعني أنا أستعد للمرحلة الجامعية. والحوار الثالث عندما كانت تخاطب تامر، يعني الجندي المصاب، فقالت له: أنت تبذل المجهود وأنت ما زلت مريضا، لا يجب عليك أن تقوم بهذه الأعمال. يعني حتى عندما تتأمل هذه الحوارات، بالرغم من أهميتها داخل الفيلم، فهي لا تعطي الكثير للفيلم. فكان التركيز جدا على لعب الأدوار وعلى المكان الذي تدور فيه الأحداث. هنا كنشوف أن هذا الفيلم، هذا العام الأول ديالو اللي خرج، لأنه تقريبا دام 70 يوم ديال التصوير، كان فيه 70 يوم ديال التصوير، 100 ساعة 100 دقيقة، 70 يوم ديال التصوير تقريبا. وهاد 70 يوم كانت فيها تمارة بزاف، تنقولوا فيه كان فيها عناء بزاف، لأن جورج أوباشفيلي كان تيصور وكيتسنى حتى تيتزادوا ذاك السيقان ديال القصب يكبروا واحد شوية إلى آخره. كان بناء البيت يأخذ منه وقت، كان الزراعة تأخذ منه وقت، فتم عبر المراحل. حتى أنه عندما سئل كيف كان تصوير الفيلم، قال لهم: أنا عانيت ولكنني تمتعت، عانيت ولكنني تمتعت. وعندما خرج الفيلم في سنة 2014، يعني فاز بجائزة مهرجان كارلو بيباري السينمائي التشيكي، يعني في نفس السنة اللي خرج الفيلم كيدي أحسن جائزة. الفيلم اللي كنشوفوا الفيلم في العمق ديالو، شنو كنلقاو؟ كنلقاو أن لغة الصمت هي السائدة. هذيك اللغة ديال الصمت حقيقة كتفكرنا بواحد الفيلم ديالو في ذاك الصمت، يعني اللي كان تيخيم على الجد، كيفكرنا بواحد الشخصيه ديال دارسو اوزالار، ما عرفتكم واش تعرفوه ولا ما تعرفوش. واحد الفيلم كان الشخصيه ديالو واحد الصياد، والفيلم ديال كيروساوا فيلم معروف، هذا واحد الفيلم نتمنى اننا نشوفه، غير هو طويل، يعني طويل بزاف. هذاك الصمت اللي تتكون فيه الكثير من المعاني والكثير من التاويلات والكثير من النقاشات، الكثير من الدروس التي يمكن أن نستخرجها من خلف الصمت. مرة يعني كان سئل شارلي شابلان، قالوا: لماذا تعتمد لغة الصمت كثيرا في أفلامك؟ قال لهم: أنا أعالج بالصمت ما لا أستطيع أن أعالجه بالحوار. فكانت قمة ديال الأفلام الصامتة، لأنك تكون غنية ومشبعة بالأحاسيس. الفيلم ما بغيتش نتكلم على بعض التقنيات ديالو، نخليوها للنقاش، ولكن عجبني فيه واحد النظرية، بحال واحد المجموعة ديال النقاد اللي صنفوه كفيلم أنثروبولوجي، لأن هذا الفيلم هذا ملي كنشوفوه في العمق ديالو كيرتكز على ثلاثة ديال الأسس. إن غريزة البقاء شنو خصها؟ غريزة البقاء شنو خصها؟ خصها منزل للحماية، وخصها طعام، وخصها كيفاش تحمي داك المكان ديالك. هادشي الحاجة الوحيدة اللي حاول باش يوظفها جورج أوباشفيلي في الفيلم ديالو،
فالحاجة الأولى أن الجد قمة في المشاعر. إم تعتمد هو الصور القريبة، كان يعتمد على الصور القريبة، تقول الصور القريبة كان نقوله مثلا لبلون طاي لبلون مهيان طاي أو سميتو، كانت يعتمدهم لأن هذا التصنيف، لأن كان عارفه اسمحوا لي أنا غادي نأخذ واحد سميتو، اللقطات أو لفالور دو بلون أو قيم اللقطات كيتقسموا على كاين اللقطات اللي كتسمى لي بلون انتيم، وكاينه لي بلون اللي هذاك اللي تنقولوا تتحطك في الوضعيه ديال شي حاجه نو دي بلون ناراتيف، هذوك لي بلون ناراتيف جايين لي بلون ديسكريبتيف، وكاين لي بلون انتيم، وكاين لي بلون ناراتيف اللي تتكون في لو شون لي كونتر شون. فهذوك لي بلون لي بلون ديسكريبتيف هما اللقطات الكبيره لي بلون دونسومبل، هذوك اللي كي ملي كيصورهم تيصور لك هو داك الطبيعه كامله، وكيخلي عينيك تتسرح في داك الجمال ديال داك الطبيعه، وكيولي يهرس لك داك تتولف على داك الطبيعه، وكيهرس لك داك الدوريات اللي كيدوزوا وكيمزقوا يعني الصمت ديال داك الطبيعه والجمال ديال داك الطبيعه. فلي بلون ناراتيف ما كانوش بزاف، اللهم ثلاثه المقاطع حواريه، ولكن كانوا لي بلون انتيم، كانوا داك اللقطات اللي كنشوفها ديال الجد مع الحفيده ديالو كتشوف فيه وكيشوف فيها، فكان هذوك اللقطات كانوا مدروسين باش ينقلوا لنا المشاعر، باش ينقلوا لنا الاحاسيس. حاجه اخرى كاين الذكاء ديال جورج كوباشفيلي، هنا اللي كنت كنتمنى من شي اخ انه يدرك الذكاء ديالو، اننا عندما ننتج فيلم ويخرج الى السوق، هذا الفيلم يخرج الان باش يتوزع، دائما الافلام اللي تتكون فيها حوار تحتاج الى ترجمه، تحتاج الى 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 عناء اضافي، اننا الى بغينا نسوق الفيلم ديالنا في اوروبا يجب ان نترجم بلغه اوروبا، اذا اردنا ان نسوق الفيلم في امريكا اللاتينيه يجب ان نترجم بلغه امريكا اللاتينيه، ولكن الفيلم عندما يكون صامتا فهو صالح لجميع اللغات. فهذا الفيلم كل انسان يقرا الفيلم حسب ثقافته ومعرفته. واش تفهمنا الاخوان؟ لغه الصمت العالميه فيها ذكاء، وتأخذ الفيلم للعالمية ولا يحتاج إلى ترجمة، وهذا هي القمة ديال الصمت. إحنا عشنا مع الأفلام ديال شارلي شابلان والأفلام اللي كانت، وما زلنا نتذكرها، وما زلنا كل مرة كنشوفها نسعد بها، مع العلم أنها كانت نوع من الفكاهة التي تدمي القلب أو تؤلم. فالفيلم عندما يكون صامت فهو فيلم للعالمية. تفضلوا الإخوة. سنجيب. تفضل سيدي. سنجيب كتسمعني؟ نعم سيدي سانك سير سانك. الفيلم ها؟ تنسمعك مزيان. اعتذر سي نجيب لان تاخرت شويه. السلام عليكم. سي نجيب الفيلم صامت لان فيه شاعريه. الا كان ممكن تعرفنا بالاسم ديالك اذا سمحتي. سي رشيد انا غادي نقدر نعرفه، سي الزعري رشيد هو مخرج سينمائي معايا في مدينه العيون، قرينا مع بعضياتنا في المعهد العالي للسمع البصري في الرباط. وانسان ينتمي الى مدرسه سينما الهايكو. تفضل سي رشيد. شكرا سي نجيب. شكرا. الله يبارك فيك. الفيلم تكلمتي مع الاسف انا خديت غير الجزء الاخير اللي جيت ليه، لان كان عندي شي التزامات تلا جيت مع ديره سي نجيب. اما فيما يخص الصمت ديال الفيلم، لان الفيلم فيه شاعريه كبيره، فهو فيه غنى عن الحوار، فيه غنى عن الكلام، لان الصوره ان المخرج كتب بالصوره وتمكن من الكتابه يعني بتفوق. ما ابهرني في الفيلم وهو صوت الطبيعه، صوت الطبيعة كان جميل وجميل جدا، يعني يطرب الأذان يعني صوت الطبيعة. وكذلك النظرات، يعني الحوار بالنظرات بين الجد والحفيدة شيء جميل جدا. إذن السينما، لغة السينما هي الصورة بالدرجة الأولى، حينما تكون هناك قوة في السيناريو فلا حاجة للكلام، يعني الكلام أحيانا يبقى لا محل له من الإعراب، فقد تمكن المخرج أن يتكلم بالصمت، أن يتكلم بالنظرات، وأن يتحدث بالصورة. وهذا يعني كما تعودنا للحديث على الفيلم سي نجيب، هذا قمة الإبداع. يعني نتمنى يعني من الناس أو من الإخوان المستمعين أن يعرفوا بأن السينما هي غوند غلان فيزيبل فيزيال،
هذا هو اللي بغينا، اننا نبحثوا على شيء غير مرئي، نبرزوه الانسان وهو صامت بوسائل بسيطه لكنها صعبه في نفس الوقت. وشكرا سي نجيب لتقديم هذا الفيلم معنا، شكرا. العفو. تفضل استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي واحد المداخلة. أولا بعد تحية فنية وثقافية وسينمائية للإخوان الموجودين، وكنحييكم على هذا الاختيار الموفق لهذا الفيلم جميل جدا اللي أعتبره يعني تحفة سينمائية حقيقية. بعد الاسم ديالي عايدة بويا من مدينة طنطان، ربما حتى أنا كنت في المدرسة ديال سحر لاب، ربما الأخ نجيب هو كان لازم التجربة قبل مني. ياك نجيب عامل لا بخير الحمد لله. بالنسبة لي أنا كما قلت بأن هذا الفيلم هو تحفة سينمائية حقيقية اللي كتعبرنا يعني والتي عبرت يعني بواحد البلاغة على فلسفة وجود الإنسان والرغبة ديالو الدائمة في السيطرة على الطبيعة والتطويع ديالها. فبالنسبة لي الطبيعة هي البطل في هذا الفيلم، لأن هي القوة الطاغية وهي المهيمن اللي كتحكم في مصائر الأفراد. أيضا مسألة أخرى أعجبتني هي حركة الكاميرا، ربما تكلموا الإخوان عليها، التي كانت تتحرك بواحد الرصانة وكان تموج بين اللقطات القريبة والبعيدة، وكانت واحد النعومة واحد الثلاثة واحد الإيقاع متناسق، لأن الفيلم كان يعني شاعري وكانت فيه واحد شاعرية واحد رومانسية. أيضا الكاميرا كانت تأخذ واحد الزوايا اللي هي منخفضة وبحال كتترقب داك أو كتعطينا داك التعبير ديال الوجه ديال أو النظرات ديال الأب وديال الحفيدة أو الجد بالأحرى. ايضا الصوره يعني كانت كتتكلم بواحد البلاغه اللي هي كبيره جدا وكانت قويه ومؤثره، فتعابير الجد والفتاه يعني كانت كافيه وما كتحتاج لا حوار ولا كلام. ايضا كما قال الاخ نجيب هذا الفيلم محمل بواحد الاسقاطات السياسيه اللي كما قال بان كاين واحد الصراع بين ضفتين اللي هي ابخازيا وجورجيا، وكيفاش ان هذا الصراع كان يعكر الحياة البسيطة أوصفوا الحياة اللي هو هرب من المدينة ومشى لواحد الجزيرة اللي هي نائية، فكانت المخاطر كتجي عنده حتى الشاطئ ديالو الجزيرة ديالو. وفي الأخير يعني عجبتني النهاية، لأن الهبوط ديال ذاك الرجل في آخر في الآخر في واحد القارب وبدأ كيتحسس هذيك التربة يعني كيشوف الجودة ديالها رغم أن زعما واحد المساحة صغيرة بزاف ووسط النهر، وكانت شي كيبيننا بأن هذا الرجل غادي يقرر البقاء وغادي يبدأ واحد دورة أخرى ديال دورات الحياة التي سيصارع فيها الإنسان الطبيعة باش يدير المأوى ديالو ويكون في مواجهة عاصر الحياة. هذا شي اللي عندي. شكرا. شكرا أستاذ عايدة، ولي الشرف أنني السلام عليكم تكلمت معك وتفاعلت معك لأنها كانت صديقة معنا في وقت التكوين، وتحية لك وتحية الناس ديال طنطا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي تهاني كنسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي تهاني. شكرا، تحية سينمائية لكم. السلام. إذا تحية سينمائية تربوية إلى جميع الإخوة والأخوات. صراحة سأركز بعد مشاهد الفيلم على بعض الرموز التي كانت في الفيلم. أولا صوت الماء فهو رمز للحياة وطريقة الجد أثناء العبور. أستاذ تهام الشرقي أستاذ تعليم ابتدائي وكذلك مكلف بمنسق النادي السينما بمؤسسة أبي تمام بمديرية خريبكة. شرفين. سلام. نعم الصوت مسموع استاذ. مزيان تفضل سيدي.